طبعاً الحفلات معلولة عند يعني هيك جو خاص، جو معلولة، فبتلاقوا هيك الرديات والأغاني الشعبية بيمشوا من بيت لبيت بزوروا الكنايس، فعندها جو جو حلو. احتفالاتها بتمتد على ثلاث أيام، بدكم تتابعوا أخبار هالاحتفالات. ما قلكم إلا تفوتوا على اليوتيوب عم ميشيل وتحضروا الاحتفالات كاملة لرائزات الناطق الرسمي لمعلولة. مش بس هيك، اهالي معلولة شافوا بيوتهم المهبطة عن طريق فيلمه لميشيل بال2014.